أهلا بيكم يا برج الميزان في القراءة العامة والقراءة العاطفية لشهر نوفمبر. هنعمل أول حاجة قراءة عاطفية، هنشوف أحوالك وأحوال الشريك، هنشوف المنفصلين منكم كمان والعزاب، وفي نهاية القراءة هنشوف أحوال العمل وأحوالكم الصحية. فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. فلو كنتم أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، كمان لو كنتم من المتابعين القدامى ما تنسوش تحطوا لنا لايك، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل، لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. فخلينا نبتدي مع بعض دلوقتي القراءة. القراءة دي تنفع لبرج الميزان، شمسي قمري صاعد، وكمان فينوس الزهرة. فلمنكم فينوس قمري أو صاعد ميزان، برضو القراءة دي تنفع لي. فخلينا نبتدي مع بعض القراءة ونشوف خير بإذن الله. برج الميزان شهر نوفمبر، شكلك مشتاق للشخص ده جامد قوي، في مشاعر جياشة متبادلة ما بينكم، يعني طاقة هائلة. خلينا طيب نشوف القصة دي، أو في ميكس كده من المشاعر يعني. في شغف بالظبط، انت شغوف ان انت تكون مع الشخص ده، مشتاق له جدا، منجذب له جدا، ممكن انجذاب جسدي كمان اكتر شيء على فكرة. انت شايف مثلا ان الشخص ده بعد دالك ظهره، عارف ان هو مهتم بيك وكل حاجة، لكن زي مثلا اللي شايف ان هو بيعمل عليك صمت عقابي. انت شايف كده ان ده مش بعد نهائي، وان انا مهم في حياته، ويعني هياخد جولته كده ويجي لي تاني مثلا. انت شايف كده ان هو ممكن يبقى متعدد علاقات، بيغيب وبيرجع، بس انت عارف انه انت شخص مميز بالنسبة له، وانه مهما لف مسيره يرجع لك تاني. دي حاجة انت متأكد منها وانت شايف كده، بس في نفس الوقت انت مش قادر تصبر، لانك الشخص ده يعني انت شايفه انه شخص جذاب قوي، وما تحبش انه يبعد عنك خالص يعني، فمش حابب انك تكون في طاقة انتظار. بالظبط، انت عندك يمكن الموضوع وصل لبعضكم مش الكل لدرجة الادمان على الشخص ده يعني، ومن الناحية الجسدية بصراحة اكثر شيء يعني. فالموضوع ادمان، وهو كمان على فكرة يعني عايز يبعت لك رسالة، عايز يقول لك شيء، بس هو مش عارف بقى هيعمل ده ازاي. يمكن مثلا بعد من فترة، أو في مشكلة ما حصلت ما بينكم، في أهله مثلا بيتدخلوا في العلاقة لبعضكم مثلا، ممكن يكون في طاقة سحر، بس الطاقة دي هتكون عنده هو مش عندك أنت. لبعضكم كمان ممكن يبقى الشخص ده مسافر في بلد تانية، وأنت عارف طبعا إن هو مسافر، أو هو من بلد غير بلدك، وده بسبب يعني عقبة نوعا ما في انكم تكونوا مع بعض. اكتر حاجة بصراحة مضايقاك في العلاقة دي المشاكل المتكررة اللي ما بينكم يعني. انا بصراحة انا مش شايف ان انت ممكن يكون عندك مشكلة على فكرة ان هو متعدد علاقات، على قد ما انت مشكلتك الاكبر في ان هو بيغيب فترات طويلة، ان دايما بتتخانقوا على نفس الاسباب كل مرة، ومش عارفين ان انتوا تكونوا مع بعض في علاقة مستقرة. ده اكتر شيء بيزعجك يعني، انت مستعد تقدم للشخص ده اي شيء في سبيل ان هو يكون مستقر معاك في العلاقة دي، لكن هو مش مساعدك انك تعمل ده. كمان هو شايفك دلوقتي ان انت ممكن تكون بتعمل حركات علشان تغيظه وتضايقه، وانت ممكن تكون كده فعلا على فكرة. شايف ان انت يعني في حاجات حلوة كتير عملتها، لكن نوعا ما هو في سنة غرور بانه شايف ان انت ممكن تكون بتعمل كده علشانه، او بتعمل كده علشان تغيظه مثلا. هو عارف ان انت يعني ان هو وحشك بشكل كبير، وان انت مشتاق له، هو متأكد من هذا الشيء. هو كمان مشتاق لك، وما بيشعرش بالتوازن ولا بالانسجام غير معاك انت، لكن شوية الشخص ده عنده سنة تناكة وسنة غرور يعني.
هو على كل حال عايز يصلح العلاقة معاك، عايز يعيد الانسجام للعلاقة مرة أخرى، مفيش شك في كده أبدا. بس خلينا نشوف يعني هل هيقدر يعمل ده ولا لا. اوكي، انا بشوف انه انتوا الاتنين شغوفين انكم تكونوا مع بعض في العلاقة دي، بس يمكن في ما بينكم بلوك زي ما قلت، في حاجة منعية، طاقة سحر، اهلي بيتدخلوا، مسافر، اتكلمتوا مع بعض بطريقة وحشة فمش عارفين هتتكلموا مع بعض تاني ازاي، يمكن في ما بينكم بلوك على السوشيال ميديا، معكوش ارقام بعض، يعني حاجة كده. ف انا بشوف ان ده الشيء اللي ممكن يمنع تواصلكم، لكن انتوا الاتنين عايزين التواصل، فبشوف ان التواصل ده ممكن يتأخر شوية لسبب من الاسباب اللي انا ذكرتها دلوقتي. ممكن في نهاية الشهر او بعد شوية وقت تقدروا ان انتوا توصلوا لبعض ويكون في فرصة للتواصل ما بينكم، يعني ممكن الشهر الجاي، يعني بصراحة مش الشهر ده. وكذلك المنفصلين في مشاعر، بس كل واحد منكم قافل على مشاعره، لان انتوا شايفين انتوا طالعين في الكينج والكوين اوف كابس، ملك وملكة النقود، يعني انتوا الاتنين في نفس الطاقة وحاطين روسكم بروس بعض، وكل واحد بيقول زي ما انا ملكة هو ملك، وزي ما هي ملكة انا ملك كده، فيعني في نشوفية دماغ متبادلة برضو ما بينكم انتوا الاتنين، ونشوفية الدماغ دي موقفاكم مكانكم، بتخليكم ما تاخدوش اي خطوة. بالنسبة للعزاب، في عروض جديدة، في عروض جديدة من اشخاص من ابراج نارية وابراج مائية، برج الحمل كمان بالاخص. خليني برضو اخد لكم نصيحة عاطفية من ملائكة الحب، اشوف هينصحوكم بايه. احنا معانا برج الميزان زيكم، الحمل والثور، الجوزاء والعقرب، العقرب اكتر من مرة على فكرة، والحمل برضو اكتر من مرة، العقرب تاني، الجدي، القوس برضو اكتر من مرة، الميزان تاني، الدلو، السرطان، الدلو تاني، السرطان تاني، والحمل تاني، وطبعا الطاقات كلها موجودة، الجدي والحمل برضو طلعوا معانا تاني. هنا طلع لك باشن، فعلا انتوا الاتنين عندكم شغف ان انتوا تاخدوا العلاقة دي مع بعض، فبيقول لك اسمح لقلبك انه يغني بالمرح. والكارت ده طلع لك هانيمون، فبس هانيمون ده اعتقد للعزاب، يعني هيجي لكم عرض زواج وهانيمون وكده، لكن المنفصلين في شغف وكل حاجة، لكن انتوا الاتنين مش سامحين للشغف ده انكم تستخدموه، يعني فلازم مثلا حد منكم يتنازل او تلاقوا بقى طريقة انتوا الاتنين تعيدوا الشغف بتاع زمان اللي كان موجود في العلاقة دي. بالنسبة لأحوالكم في العمل، في ناس كتير متقاعدين عن العمل أو بقالهم فترة طويلة مش عارفين إن هم يلاقوا شغل مناسب، والموضوع ده مسبب لكم أرق واكتئاب بشكل كبير ومشاكل كتير. للبعض منكم كمان ممكن يكون في سحر تعطيل، أو ناس يعني أعداء تمكنوا من إنهم يخلوكوا تسيبوا شغلكم أو تبعدوا عن شغلكم. على كل حال أنا بشوف إن في أكتر من عرض جايلكم، ويمكن أنتم مترددين تقبلوا أي عرض، مع إن العرض المناسب هيكون واضح وصريح أمامكم، فحاولوا إنكم تفكروا كويس، تستخيروا ربنا، تسألوا برضو يعني أشخاص ذو خبرة، تاخدوا بنصيحتهم، تقبلوا أي عرض. أنا بشوف إن في عروض كويسة هتجيلكم من بعد فترة طويلة من الانتظار. بالنسبة لأموركم الصحية فهي يعني مستقرة نوعا ما، لكن برضو محتاجين ان انتوا تهتموا بصحتكم اكتر. انا مشوفش في مشاكل معينة، لكن في شوية عدم انتظام. يعني اموركم الاسرية، انا بشوف ان في حد من اسرتكم تعبان، ممكن تكونوا انتوا بترعوه، او يعني محتاج منكم الشخص ده للاهتمام والرعاية، يعني ممكن يبقى يعني احد الابوين، فحاولوا ان انتوا تخلوكم جنبهم، ويعني
تهتموا بيهم زيادة، حتى لو انتم بتهتموا بيهم الاهتمام المطلوب، حاولوا برضو ان انتم تهتموا بيهم زيادة لأنهم محتاجينكم جنبهم. يعني خليني اخد نصيحة من الانجل انسر. بيقول لك من غير المحتمل، وجمع معلومات زيادة فاخدها بقى زي ما تحب. يعني ده كان بالنسبة لكم يا برج الميزان. ما تنسوش تحطوا لنا لايك، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل في الكومنتات، لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. ولو كنتم أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.